اكشن 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 تمام يعطيك العافيه طلاب اهلا وسهلا فيكم سنة جديده وفصل جديد وبثوث جديده من الاساس بس اليوم معنا ماده منهاجها مش جديد اللي هي الانجليزي لا. معلمنا اليوم استاذ عصام الشرباتي طبعا اليوم استاذ عصام صح منهاجه مش جديد بس راح يعلمكم كيف تدرسوا انجليزي بطريقه حلوه وسهله استاذ عصام ممكن تحكي لنا انت بمنصه اساس لما تيجي تصور قدامك بس كاميرا ولا كانه قدامك طلاب كيف تتعامل مع الكاميرا بالله؟ تخيل طالب قدامك والله بالعكس تماما يعني احنا وجودنا اذا كان امام الكاميرا انه احنا بنحكي باتجاه الكاميرا فقط لا غير فهذا راح يكون اكيد مش اسلوب ناجح يعني م. احنا انا بالنسبه لي لما تلاقيني بصور ممكن في طلاب كثير شافوا اسلوبي على الكاميرا بتلاقيني بتفاعل وبحكي وبخاطب اسماء قدامك كانهم موجودين قدامي لاني م. انا بحب اني اعيش الجو اللي انا موجود فيه م. بغض النظر اذا كانوا طلابي خلف عدسات الكاميرا انا خلف عدسه الكاميرا، انتم خلف شاشات اللابتوب وخلف شاشات الهواتف الذكيه، طيب. ان شاء الله تعالى انه يكون تواصلنا معكم اقرب ما يمكن طيب تمام طيب. كيف هلا بتشرح الماده؟ بتشرح طيب. بس قواعد انت؟ تمام آه طيب. آه طيب هلا احنا بالنسبه في في منهاج اللغه الانجليزيه للصف العاشر وجميع المناهج وجميع الصفوف آه احنا بنشمل الماده فروم اي تو زد، هذا استراتيجيتنا ما بنترك اي تمرين، مواضيع الاستماع احنا بنشتغل فيها لانها اهميتها كبيره واهميتها يعني لا تقل عن اهميه الموضوع بتشرح عن الستودنت بوك اكتيفيتي بوك ولا بس ستودنت؟ لا كامل ستودنت بوك اند ذا اكتيفيتي بوك الملون ومش ملون زي ما ك... اه بالضبط <applause> يعني هي كلمه الملون مش ملون اكثر شيء بيستفزني يعني احنا ما طيب. بدناش نوصل لمرحله نضل نحكي ملون ومش ملون طيب هسا في الكومنتس كيت كتبوا ملون ومش ملون صح والله؟ هلا طب سؤال قوي هذا بتشرح آه. عربي انجليزي ولا انجليزي انجليزي ولا فرنسي انجليزي؟ شوف فرنسي انا ما بعرفش بصراحه طيب يعني تركنا اللغه الفرنسيه للمهندس علاء ما شاء الله عليه جميع اللغات ميرسي بوكو ثانك يو طلع فرنسي شوف انا بالنسبه لي في شرح الماده بحب اني انا اشتغل بطريقه منطقيه وبنفس الوقت علميه يعني صعب اني اتكلم اللغه الانجليزيه بشكل كامل 100% وصعب اني اشتغل اللغه العربيه بشكل كامل ليش بدنا نسوي عمليه يعني مزيج الفكره اني اراعي الفروقات الفرديه بين الطلاب لانه احنا بنعرف كلنا انه الطلاب الملك المملكه مش كلهم مستوى عالي فاحنا بنلمس الطبقه الوسطى عشان نكون لا قصرنا مع اللي تحت ولا قصرنا مع اللي يعني ملخص كلامنا هسه بنحكي انه الكتابين الملون مش ملون مش رح كل شيء فيهم قواعد فقرات استماع كل شيء كل شيء كل شيء تمارين ما إلا ذلك طيب هلا الطالب حضر حصتك بده يسال سؤال كيف بده يقدر يسال سؤال اسف بردش انا على التلفونات ولا ايش بترد على الحمام الزاجل <applause> 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 شوف يعني الحمد لله رب العالمين طريقه ممتازه ورائعه انهم من خلال نص اساس سمحوا لنا نتواصل مع طلابنا بشكل يعني مباشر من خلال ارقام هواتفنا اي وسائل تواصل اجتماعي من خلال واتساب ومش واتساب واتساب لانه ابلكيشن ركز في الكلمات زائد انه حتى لو بدك تتواصل معي بطريقه اتصال مباشر في اي ساعه من الساعات تاكد الا اذا كنت نايم مش ترين علي الساعه 3 مش حلوه الصبح طيب هم. الفكره انه احنا بنرد على التلفونات وهدفنا الاول والاخير انه يعني نخلي الطالب قدر الامكان يدرك الماده بشكل شامل. طيب سؤال قوي درس الطالب الوحده وكل اموره تمام كيف يختبر حاله فيها؟ تمام في عندنا اوراق عمل بتنزل على المجموعه في عندنا امتحانات واختبارات نهايه كل وحده هاي الامور حتى انه احنا نتابع طلابنا يعني مش بس احنا ندرسك ونتركك لا رح نضلنا ماسكين في ايدك من البدايه حتى النهايه ان شاء الله تعالى طيب في المتوقين والاوائل طب قبل الامتحان الشهر الاول الشهر الثاني بتطلع تلخص من الماده بتعمل مراجعه شيء طبعا يعني كمان في بثوث مباشره انتم كمان مش مزبوط اه مزبوط بنطلع لايفات لا مزبوط بنطلع لايفات مباشره قبل كل امتحان نلخص لكم فيها الماده م. مرتبها نعم السؤال القوي الطالب طبعا بيقدر يحضر حصته بالوقت اللي بده اياه قد ما بده اكيد يعني من من الايجابيات للبطاقات المصوره والمسجله انك تقدر تحضر حصتك في الوقت اللي بدك اياه يعني انا مثلا هسه الساعه عصرية ما والله عندي التزامات مش فاضي بدي احضرها بالليل فانت بتشوف الوقت اللي بناسبك تقدر تحضر الحصه وبدل المره مرتين وثلاث واذا ما فهمتش تقدر تتواصل معي بطريقه رسميه رسميه بطريقه شخصيه <applause> بطريقه شخصيه مباشره ان شاء الله تعالى انه نكون موجودين طيب طبعا كل هاي الميزات موجوده عن طريق بطاقات اساس تقدر تطلبوها وتحصلوا على خصومات توصل ل 65% عن طريق اتصال فينا او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لمنصه اساس طبعا هلا رح نترككم مع الاستاذ عصام الشرباتي نشوف اسلوب الشرح له ناخذ نبذه عن طريقه الشرح مالنا ان شاء الله طبعا اليوم معنا موضوع فخم جدا بريزنت كونتينوس بريزنت كونتينوس طبعا هاي القاعده موجوده لطلاب الصف العاشر في الوحده الثالثه هاي القاعده مهمه جدا وراح تشوف اختلاف في اعطائك لهي القاعده مش احنا بنمشي على خلص بدك تقعد انا خلص انا ان شاء الله راح اترك لك الساحه عشان <applause> <applause> ايش ارض المعركه تفضل ان شاء الله دير بالك على الطلاب باذن الله, الله تعالى, تعالى. <applause> طيب نشكر المهندس علاء الشمالي على التقديم الفخم والرائع ان شاء الله تعالى طلاب العاشر في عندكم قاعده موجوده بالصف العاشر في الوحده الثالثه هاي القاعده احنا دائما بتتكرر معنا اللي هي ذا present continuous وممكن لما تروح على مرحلة التوجيه يسموها the progressive بروجريسيف progressive نفس continuous يعني مستمر قبل ما أنا أفوت وأخوض في هاي القاعدة وأشرح لك إياها بهمني شغلة واحدة إنك تعرفها اللغة الإنجليزية تحتوي على 12 زمن يستخدموا بشكل رسمي لكن هناك استخدامات قوية واستخدامات تتكرر لأزمنة ثابتة زي السمبل تنسز الأزمنة البسيطة وفي استخدامات نادرة جدا للأزمنة لكن كلها عبارة عن أزمنة موجودة في هاي اللغة وتستخدم بطريقة صحيحة بما انه انا في عندي 12 زمن وتقسم هذه الازمنه ما بين سمبل بسيط بيرفكت اللي هو تام continuous مستمر اند بيرفكت continuous والمستمر او التام المستمر في ثلاث ازمنه اللي هم باست بريزنت اند فيوتشر اصبح في عندي 12 زمن استاذ ليش في عندي 12 زمن خلص انا بدي ضلني استخدم مثلا بريزنت سمبل او باست سمبل وضلني ماشي لا لو انه انا ما في عندي ال 12 زمن هذول كل زمن بيوصل لي رسالة للمستمع. الآن اللي بده يسمعك لما أنت تحكي له جملة في الباست سمبل حيفهم إنه هذا الشغلة حصلت وانتهت وما في إلها أي تأثير، خلص راحت في الماضي. إذا سمعك بتستخدم البريزنت سمبل المضارع البسيط حيفهم منك إنه أنت قاعد بتعطيه ريبيتد أكشن أور تراديشنز، يعني تقاليد، عادات، أمور، فاكتس، حقائق وبالتالي كل زمن من أزمة اللغة الإنجليزية طلابنا عبارة عن رسالة خاصة بتوصل للمستمع الآن إحنا قبل ما نفوت في موضوع البريزنت Present Continuous وناخد القاعدة بطريقة رسمية وتقليدية شو هو هذا الزمن وأنا ليش بستخدمه؟ أول شيء بديك تعرف أنه البريزنت Present Continuous هو عبارة عن زمن من خلال اسمه Present يعني في الزمن الحالي Continuous مستمر هي إذا في الزمن الحالي مستمر إذا مضارع مستمر طب أنا ليش بستخدمه؟ بستخدم هذا الزمن حتى أعبر عن أشياء مؤقتة الحدوث وهي أحداث قصيرة ليست long actions إنما short actions and in the same time it is for example اللي هي temporary إذن هي temporary يعني أحداث مؤقتة ما بتصير بشكل دائم زي ال present simple المضارع البسيط لأنه ليس أمور روتينية وليست حقائق وليست أشياء ثابتة تحدث بشكل دوري إذا إحنا هون بدنا إياك تفهم إنه The present continuous temporary action temporary and short action يعني حدث مؤقت وحدث قصير happens at the moment of speaking happens يحدث at the moment في لحظة of speaking التكلم إذا هاي الفكرة فأنا لما أروح لواحد وأحكي له أو يسألني what are you doing right now what are you doing at the moment فأنا بجاوبه for example والله I am eating my lunch or I am having my lunch لما انت حكيت له انا بتناول طعام الغداء فبيفهم منك انه انت الان في هاي اللحظة عمالك بتاكل طعام الغداء وهذا التناول وهذا الحدث هو مؤقت الحدوث ولن يستمر لفترة زمنية طويلة حيكون شورت يعني في فترة قصيرة باستمرارية هذا الشيء ثم سوف يتوقف هذا الأمر إذا هي الفكرة من استخدامي للبريزنت continuous وبالتالي في عندي شيء اسمه أنا function شو هي الفانكشن function أو and usage الاستخدام أو الوظيفة فأنا الفانكشن هي الرسالة اللي بتوصل المستمع لما يسمعني بتكلم شو حيفهم to express to express okay and uh, to express and or a short حتى يعبر انا عن شو؟ بدي اعبر هون عن حدث مؤقت اول شيء to express okay sorry for being late طيب to express a ten action حتى اعبر عن حدث او احداث okay قصيره that happens that happens at the moment of speaking. إذن هاي الفكرة والرسالة من استخدام اللي هو the present continuous to express للتعبير a temporary action عن حدث مؤقت that happens يحدث at the moment of speaking في لحظة التكلم الآن نروح على شيء اللي هي keywords and time adverbials يعني أنا كطالب صف عاشر في ناس مهتمة بطريقة أكاديمية إنه يحل الامتحان ولكن في ناس مهتمين إنه يستخدم هاي القاعدة في قسم التكلم يعني أنا بدي أستخدمها في حياتي اليومية أنا بدي أتكلمها فإحنا من الحكي الطريقتين الطريقة الأولى إنه اللي بده يتكلم لازم يعرف إنه هذا الزمن يستخدم تو express a حدث مؤقت ذات happens at the moment of speaking والطريقة الثانية الطالب اللي بده يعرف أنا كيف بدي أحل امتحاناتي بناء على الكي الكلمات المفتاحية أو بنسميهم تايم adverbials الظروف الزمنية بدي اياك تركز على شغلة واحدة إنه أنا هون كمان في عندي اللي هو المفاتيح المفاتيح التي تستخدم أو اللي بتوديني لاستخدام The Present Continuous اللي هي Now الآن okay. Right now في هذه اللحظة At the moment At the moment كلهم بصبوا في معنى واحد يعني في هذه اللحظة في عندي كمان أفعال التنبيه أو التحذير شو أفعال التنبيه أو التحذير؟ يعني انا وياك بنكون سهرانين مثلا في البيت عندي والدنيا ليل وما في اي صوت فبسمع صوت قرقع ورا الباب او في الحوش او في الحكوره بقول لك اسمع اسمع اه شو في في واحد بيمشي برا there is someone who is walking outside هناك شخص بيمشي في الخارج فانت استخدمت لسن لوك watch out be careful هاي الافعال بنسميها افعال التنبيه والتحذير على إشي بيصير عماله في هذه اللحظه At the moment of speaking وغالبا ما يلحق هذه الافعال exclamation mark علامه التعجب اذا هاي الافعال ايضا مثل listen استمع وراها علامه تعجب طيب look انظر برضه علامه تعجب طيب be careful انتبه في إشي بده يصير watch out لكن بعد ما أنا أخلص في عندي مفتاح معك بالصف العاشر لاستخدام هذا الزمن وهذا المفتاح سوى عملية ديستربنس شوش الطلاب بشكل رهيب شو هو هذا المؤشر؟ أو شو هو هاي الكلمة المفتاحية اللي سوت لنا خربطة ودربكة الصفوف؟ شوف هي هاي اللي أنا بدي أكتب لك إياها الآن شو هذا المفتاح؟ شو بنقرأه؟ يلا أشوف هذا always آه always يعني دائماً طيب استنى استنى شوي خليني اتذكر الـ always احنا اخذناها مفتاح لزمن المضارع البسيط اه هي بنسميها adverbs of frequency ظروف التكرار شو هي ظروف التكرار دائما always عادة usually sometimes احيانا often غالبا نيفر ابدا هنسميها بنسميها adverbs of frequency وعادة ما تستخدم مع زمن المضارع البسيط لكن الآن أنت في الصف العاشر ولما تروح على التوجيه حتعرف أن always أيضا تستخدم في زمن present continuous المضارع المستمر أستاذ ما فهمني إياها أنا مش فاهمها يعني أنا هسه مش داخل راسي دخل لي إياها أنا شغلتي أن أدخل الأمور في راسك طيب شوف كيف أنا بستخدم always في جملة present continuous بشرط إنها راح توصل لي رسالة للمستمع إن هناك انزعاج أو تضايق يعني أنا بنزعج أو بتضايق من شيء معين فأنا لما استخدم always في جملة present continuous حيفهم اللي بيسمعني إنه هذا الشيء وهذا الأمر شو مسوي لي إزعاج وتضايق طيب أعطيني جملة خليني أفهم المواضيع طيب أنا حكتب جملة هون بهذا الجزء لكن أنا بدي إياك تركز عليها شو هاي الجملة طيب خلينا نحول على اللي هي الشاشه الثانيه عشان نعرف اكتبها تفضل آه خلينا نحكي لك مين معانا على البث استاذ آه معنا محمد ومعنا المتفائله ومعنا ربا وسيف وعبد الحميد وعبد المجيد عفوا لورنس، هاشم اسلام سمر رغد راما احمد ريم صفاء ام عمر وكثير ما شاء الله عنهم طيب طيب ممتاز اشكركم جميعا وبتمنى انكم تشيروا من عندكم هذه البثوث لتصل لاكبر عدد من الطلاب عشان يشوفوا لعل وعسى انه يفهم قاعده هو مش فاهمها او طريقه واسلوب اعجبه يمكن انه هو يمشي معه في الامام طيب اوكي الان احنا في هاي القاعده وشوف كيف بدنا نشتغل عليها شوف الجمله الامامي مثلا انت عايش في حاره تمام وجارك مربي كلب على ظهر الاسطوح اجلكم الله وهذا الكلب طول الليل بضله ينبح ويعوي وانت مش عارف تنام منه حالتك حاله ومصخمت فانت شو بتقول له بتقول له يا الحبيب شو بتقول له بتروح بتشوف الزلمه بتقول له والله يور dog okay always at night could you please do something الآن شوف هاي، هذه الجملة الأمامي أنا عبارة عن جملة present continuous وبتورجيني إيش اسمه annoyance انزعاج بقول له والله your dog is always barking مش با انتبه شوف الآن في عندي شغلات تركز لك عليها كمان وأي شيء بخطر في بالي لازم أحكي لك إياه لأنه هذا هو واجبي وحقك إنك تعرف Your dog is always barking at night. Could you please do something? أنت بتروح لجارك بتقول له والله كلبك بضل يعوي طول الليل وينبح ومش عارفين النام. في مجال تعمل لك شغله، could you please do something؟ يعني تصرف لو سمحت، يعني يا إما بتذبحه، يا إما بتبيعه، يا إما أنت وكلبك ترحلوا من الحارة، طيب أوكي، إذا أنا استخدمت هون حبايبنا اللي هو always كمفتاح في جملة المضارع المستمر، طيب لما أنا استخدمت always هون، طيب إيش الفكرة من استخدامي؟ to show or indicate annoyance حتى اني اورجيك انه الجمله تحتوي على انزعاج فانا في شيء مسبب لإنزعاج في هذه الجمله اللي هي present continuous وانا اندليت على الانزعاج من خلال استخدام always between the be verb and verb plus ing طبعا موقع ال always دائما بكون بين ال helping verb وبين الفيرب الرئيسي مضاف اليه ايش اللي هو الاي ان فهي صيغه البريزنت continuous اذا انا استخدمت هون اللي هي اولويز تو express ايش؟ annoyance annoyance حتى اعبر عن ايش؟ عن انزعاج بالتالي وجود always في جملة present continuous بورجيني بوصل رسالة للمستمع انه ايش؟ في انزعاج طب جملة ثانية حتى انه نفهم الامور بالطريقة الانسب صح ولا مش لازم كمان جملة ثانية؟ شو رأيك؟ معك اكيد طيب جملة ثانية مواقف ما هي الدنيا مواقف صح؟ انت نان سموكر انت شخص مش مدخن وبتكره ريحه الدخان يعني بتموت منها بتحبهاش وغرفتك دائما مرتبها طيب بلاش بلاش نحكي على الشباب لانه اغلب الشباب بدخنوا خلينا نحكي مع البنات انت غرفتك مرتبه ودائما في برفانات وعطور ومظبطه امورها ومتكتكه حالك بتجي خالتك او عمتك المدخنه بشراها بتفوت عندك اه يا سهى والله زمان ما شفناك يا حامل السيجاره طبعا هي إيه مشتاقه إيه الك وفايته بدها تسلم عليك بس انت شايف السيجاره بايدها كانها داخله وعزرائيل معها اهلين عمتي بتصير انت على الباب عشان ما تفوتش تدخن في الغرفه فهي بتفوت بتدخن في الغرفه وبتطين الاوضاع بتصير لا برفنات ولا شيء برفنات على دخان الوضع مقرف جدا فانت بتروحي وبتتجرأي وبتحكي لعمتك رجاء يا يعني عمتي انتي دائما بتدخني في غرفتي في مجال توقف التدخين كيف بدنا نسويها هاي الجمله؟ فانت بتحكي لها مثلا على سبيل المثال you always in my room هاي الجمله لحالها شوف كيف ها you are always smoking لو لحد الفول ستوب النقطه انت وقفت فحيفهمك لحاله اللي بيسمعك انه هذا الامر مزعج وانت متضايق منه صح؟ ليش؟ لاني انا استخدمت always في جملة present continuous والفانكشن الوظيفة من استخدامها ايش؟ to express annoyance خلاص انتهت الفكرة إذا لما أنا قلت لك إنه أزمنة اللغة الإنجليزية بتوصل رسائل مبطنة، لا مش مبطنة، رسائل مكشوفة، ما فيش مجال استخدامي لاي زمن اللغه الانجليزيه دائما احنا بنتعلمها قواعد ليش احنا اغلبنا ما بنحب اللغه الانجليزيه لانه احنا ما بنستخدمها في حياتنا احنا بدنا نروح نحل الامتحان والله بسمع كثير يا محمد من طلاب بوجه الاستاذ انا بدي ادرس الإنجليزي بس عشان الامتحان يعني خزن بدي ادخل إمتحان اقدم امتحاني بعدين بدي افتح الباب على الطاقين وارمي المعلومات وظني ماشي هذا غلط ليش لانه احنا ندرس إشي يعني لغة عالمية هي بنسميها جلوبال لانجويج لغة عالمية، إن شاء الله تعالى بكرة إذا أنت قصرت بنفسك راح تندم ندم شديد، ستندمون حين لا ينفع الندم. اللغة الإنجليزية مهمة جدا، بديش في يوم من الأيام تحتاج سين وصاد من الناس، تعال والله وصلني رسالة من البنك مش عارف أترجمها، حل عني يا زلمة، يا زلمة تعال والله بعطيك بظبطك سنيكرز وبومبوم وشغلات زي هيك، بس تعال والله ماني فاضي تستناش الناس تساعدك. بامكانك انك تشتغل لنفسك وبامكانك انك تريح حالك لقدام سنين طويله، الان احنا في زمن يعني التكنولوجيا، صار الامي هو الذي لا يكتب ولا يقرا اللغه الانجليزيه مش اللغه العربيه، فاحنا بدنا نتمكن. We have to be strong enough in English، اوكي؟ okay? لازم نكون قويين بما يكفي باللغه الانجليزيه to understand such a beautiful language. Go ahead. سامسونج تحت تسالك استاذ بصير انهي الجملة لعند Art Night اللي هي الاولى طبعا طبعا بصير هلا هاي كلها عباره عن ايش هاي بنسميها اللي هي يعني ممكن تكون مور ديتيلز يعني يعني معلومات اضافيه يعني انت بتطلب طلب لانه انت هون حكيت هذا بنسميه باللغه الانجليزيه لقدام بالتوجيه اذا ما تغير المنهاج رح تعرف انه this type of question is called اللي هو indirect question سؤال غير مباشر هذا السؤال غير مباشر Could you please do something؟ يعني أنت بتطلب في أدب، هذا بنسميه سؤال غير مباشر، الفكرة أنك تستأذن بأسلوب راقي محترم، طبعاً أول مرة محمد راح يطلب منه زي هيك، ثاني مرة بس يعوي الكلب تبعه راح تتغير صيغة الكلام، راح تروح عليه بالقناوي، طيب، أوكي، في أسئلة ثانية؟ كمان بتسألك أحد الطلاب بيحكي لك سؤال دائماً تبدأ الجملة بيو؟ لا، طبعاً، إحنا ب... هذه ضمائر، الان مين اللي سال اعطيني اسمه عشان احكي له مش واضح مش واضح اوكي طيب اللي سال انه الضمير او الجمله دائما تبدا في يو فهذا لا ليش لانه انا عندي باللغه الانجليزيه 7 English pronouns سبعة ضمائر لغه انجليزيه او ما ينوب عنها ممكن اني احكي هي شي she or it they we you whatever في عندي سبع ضمائر لكن انا بوجه الكلام في يو للشخص اللي قدامي حتى اني اعبر له اني انا منزعج منه هذا طبعا لما انت بدك تشكله واحد وجها لوجه يعني طبعا افضل شيء انك تشكي وجه لوجه بتقول يو انت بتسوي شغله وشغله بس اذا انت خايف منه ومستحي وخايف على شعوره تجرحه بتروح بتحكي لواحد ثاني عنه والله هو بيعمل هيك He is always for example doing blah blah whatever. هي از اولويز فور اكزامبل بلا بلا وات ايفر هي دائما بتعمل هيك فانت ما بتواجهش اذا هي الفكره من الموضوع في اسئله لا، ده تمام ده بقى بقى. الان الفكره طلاب العاشر استخدامي للاولويز في جمله البريزنت كونتينوس من النهايه تو اكسبرس انوينس حتى اني انا اورجيك انه في شيء انا مضايقني ومزعجني هذه اضافه لك للامام طيب الان ننتقل مباشره حبايبي الى الى ايش اوكي الان المسح نمسح كل شيء بدناش نعيد كل شيء طيب احنا عرفنا انه شو الاستخدامات عرفنا شو الكيز المفاتيح ما في داعي نرجع نكتبها لكن اي جمله باللغه الانجليزيه يعني sentence or statement in english have or has sorry three forms فيها الها ثلاث اشكال بإمكاني إني أقدم الجملة بحالة الـ affirmative. Affirmative يعني إثبات أستاذ شو يعني إثبات؟ أنا مش فاهم يعني أنا بدي أمسك واحد وأثبته يعني وأقول له أنا ثبتك شو رأيكم لا أكيد مية بالمية لا مش إني أنا ثبتك إنما أنا إثبات يعني إثبات الشيء طب جملة الإثبات هي هي الجملة التي لا تحتوي the sentence that doesn't include all. اللي هي the negative اللي هي النفي not أداة النفي not وبالتالي أنا في عندي أداة نفي شو هي أداة النفي؟ أداة النفي اللي هي not وتستخدم في حالة النيجاتيف في حالة النفي في حالة الإثبات لا في حالة الإثبات بدي إياك تعرف إنه الشكل طبعا أنا بعرف إنه affirmative معناها إثبات هذه جملة إثبات طيب كيف بدي أشكل الجملة؟ تحتوي على ثلاث أفعال يا إما is يا إما am يا إما are وبعد ذلك بده يكون في عندي مش فيرب 1 لا انا ما بديش اياك تركز على فيرب 1 هذا شيء اسمه بيس فورم شوف ركز بيس فورم شو يعني بيس فورم والله شوف لي في تفاعلات على البث عندك انا بحبش اشتغل لحالي اه استاذ بيزبط احكي ان نايت لا ات نايت هاي اسمها طبعا هاي بروبوزيشن اوف اوف تايم اللي هي حروف الجر اللي تستخدم في الزمان فاحنا بنحكي in the morning in the evening at night in the morning, in the evening, at night. إذا مع night بدي استخدم at as a preposition كحرف جر. طيب أستاذ شو الفرق بين in و at؟ ما هي اه شوف الآن in و at هي عبارة عن حروف جر بإمكاني إني استخدمها مع الـ places الأماكن ومع الـ times الأوقات، كل شيء له استخدامه. إذا أنا بدي استخدمها مع الأوقات فاحفظها بالشكل التالي: in, on, at, سنين ايام او لا بتزبطش هيك سنين ايام طيب الان الان دائما تستخدم مع السنين تمام مع اللونج بيريدز مع الفترات الطويله اون بنستخدمها مع السبيسيفيك هوليديز مع الاجازات الرسميه او المحدده والديز الايام وات بتستخدم مع الشورت بيريدز مع الاوقات القصيره اقصر الاوقات بنستخدم معها ات تمام هذا بالنسبه لاستخدامها مع الازمان طيب في طبعا الطلاب أس... آه طلاب تحكي لك يعني مجرد اه احسنت ايه حسن. بتحكي لك فعل مجرد ممتاز ايه آه بتحكي لك فيرب اي ان جي زائد آه زائد إذا بيحكي مجرد ما في از او الله ينور عليك، الفعل المجرد شباب وصبايا حبايبنا هو الفعل الذي يخلو من اي زياده. شو الزيادات؟ يعني زي اي دي زي اي اس اذا كان بريزنت زي اس بحالة إذا ما بده إي بهاي الطريقة إذا هاي الأفعال المجردة وبالتالي دائما الاي ان جي ما بيركب إلا على الفعل المجرد فقط لا غير بقدرش أنا أدخل الاي ان جي على فعل أول أستاذ برهن لي أنا مش فاهم طيب أوكي ما في مشكلة تعالوا نشوف مع بعض هذه شوف هاي have أوكي وعندي هون has طيب هذول الفعلين اللي أنا كتبتهم أمامكم شو زمنهم ماضي ولا مضارع شو رايكم بالضبط زي ما حكيت اذا هاي افعال مضارعه صح ولا طيب اذا بما انه هاد تنتين هذول عباره عن فيرب 1 مش احنا بنسميهم فيرب 1 هذول التنتين على هو دراستنا انا بدي اميز لك انه الاي ان جي ما بيدخل الا على الفعل المجرد وليس على الاي ان جي طيب الان انا لو قلت لك دخل لي على الهاف اي ان جي دخل لي على الهاز اي ان جي يلا اشوف شو بدها تصير بالشكل النهائي هون بدها تصير هافنج وهون بدها تصير هازنج عمرك سمعت بحكي واحد شي هازنك بزبط لا ليش لانه اصلا تلقائيا اتفقت انا وياك انه هذه خطا فالاي ان جي ما بتزبط بالمره مع الهاز انما الاي ان جي بتركب مع الهاف طيب الهاف عباره عن ايش عباره عن بيس فورم يعني فعل مجرد خالي من الزيادات مثال اخر عشان اقنعك انه الاي ان جي ما بتدخل الا على البيس فورمز الافعال المجرده وليس على فيرب 1 شوف للفعل الامامي دو do، ثم does الاثنين هذول بدنا ندخل عليهم اي ان جي حبايبنا يلا اشوف مع بعض اي ان جي بلس اي ان يلا لو انا دخلت دو عليها الاي ان جي شو حتصير شو حتصير زي ما حكيته بالضبط اذا هاي doing طيب وهاي دخل عليها الاي ان جي شو بتصير؟ دازنج يا سلام شو دازنج هاي؟ بتنفع هي دازنج بالاي ان جي؟ لا ما بتنفع تلقائيا وبالتالي انا هون الثنتين عباره عن verb 1 افعال بالتصريف الاول لكن مع داز ما بيزبط ادخل ing ان جي انما بيزبط ادخل ing ان جي على الدو لانه الدو هي عباره عن بيس فورم وبالتالي البيس فورم يختلف عن الفيرب 1 ولما كتبت لك انا هون از ام ار بعديها بده يجي بيس فورم زائد اي ان جي انا قصدت وتعمدت انه البيس فورم لازم هو الوحيد اللي بيركب مع الاي ان جي في اسئله عندك طلاب تسال استاذ ليش البيس فورم مجرد ولا اي ان جي ليش ايش أستاذ ليش البيس فورم مجرد ولا اي ان جي البيس فورم بدي اضيف عليه اي ان جي الان البيس فورم حيركب عليه اي ان في حاله البريزنت كونتينوس يعني مثلا انا هون بجيب الفعل ووك طلع ووك معناها يمشي هذا الفعل ماله هذا عباره عن بيس فورم يعني فعل مجرد طيب انا بدي اضيف عليه اي ان جي شو بصير بصير ووكينج هي الفكره من الموضوع انه انا البيس فورم بدخل عليه اي ان في جمله البريزنت كونتينوس وبسبقهم إما بإز أو أم أو آر حسب الفاعل بعدين بكمل جملتي حسب المطلوب أحمد بيحكي لك أستاذ يعني الكلمة الأصلية؟ أيوة البيس فورم هي الكلمة الأصلية بدون أي زيادات مش كلمة أصلية هي فعل الفعل بحالة التجريد هو الفعل بالشكل الأول بدون أي زيادات عشان أنا, عشان أنا أسهل لهم الموضوع عشان أسهل لكم الموضوع إذا الآن موجود أنت في البيت وبتحضرني من البيت أو متوفر عندك كتابك معلش لو سمحتوا اتحملوا شوي افتح لي كتابك الأكتيفيتي افتح كتابك الأكتيفيتي آه آه افتحوا لنا يلا هاي بستنى دقيقتين معاكم افتح كتابك الأكتيفيتي على آخر صفحة أو ما قبل الأخير ايش في اسمه ليست أوف ريجولار فيربس قائمة الأفعال الشاذة بالله بدي تروح على قائمة الأفعال الشاذة الله ينور بصيرتك وينور بصيرتك وتشوف لي أول فعل من الشمال انا في عندي شيء اسمه فيرب 1 فيرب 2 فيرب 3 بالله تركزوا لي في شغلات هاي موجوده في قائمه الافعال الشاذه بدنا تعليقات بدي الناس تطلع اسرع ناس اسرع ناس بتطلع آه، سوسن كانت تحكي من قبل طيب في افعال ما بينفع معها اي ان جي في افعال ما بينفعش معها اي جي صح نعم هسه بحكي لها له اياها بس تصبر علي وتذكرني كمان شوي سوسن انا هسه هون بدي اياك تركز تشوف ايش مكتوب في قائمه الافعال الشاذه والناس بتشارك الطلاب آه، طلاب لسه بتحكي يلا ليش لايك ولا ما بياخذوا اي ان جي هسه بنحكي تستعجلوش تستعجلوش ماشيين شوي شوي طيب احنا هون قبل ما تسال انا بدي اسالك واسالك شو موجود في نهايه كتابنا في الليست اوف ايريجولار فيربز قال الافعال الشاذة بيحكوا لك بي بيس فور ايوه بس بس هون ايش بالله شوي بيس هون بي. بيس فور. فور طيب الثاني ايش مكتوب عندهم بي اللي هو ايش الفيرب تو ايش موجود ايش اسمه ايش اسمه الفيرب تو بقائمه الافعال الشاذة فوق فوق التايتل تبعهم تبع العناوين يلا في عندي بيس فورم وفي عندي ايش؟ باست سمبل صح؟ وفي عندي باست بار تيسبل صح ولا لا؟ <تصفيق> ايوه بالضبط <applause> ايوه انا هون بدي اياك تروح على قائمه الافعال الشاذه عشان تشوف شو مسميات الافعال اللي طول عمرنا بنحكي سبجكت بلس فيرب 2 عادي صح مش غلط بس تعلم الشغلة الصح دائما اتعلم الصح وحطه جوا راسك هيك احسن ترتاح طول عمرك هذا ما اسمه فيرب 1 اللي احنا بنحكي والله فيرب 1 بلس اي ان جي لا بيس فورم بلس اي ان جي لانه الاي ان جي ما بدخل الا على البيس فورم تمام وصلت الصوره ليت اس ناو كلير ذا بورد الان انا بدي امسح اللوح تمام ونجي لسؤال سوسن والاشخاص الاخرين يلا اشوف شو سؤالهم بالله انا بتذكر بس بدي اياهم هم يذكروني لايك like ولاف استاذ ليش ما بيدخل عليهم اي ان جي على عيني وراسي هذه وحده رح تدرسها بالصف العاشر ان شاء الله اسمها ستيتيف اند دايناميك فيربس يا سلام من امتع الوحد تعرف ليش بيحكوا لك افعال الشعور لا تقبل اي ان جي طبعا هم بيسالوا بجاوبوا لحالهم يعني شو <applause> ما شاء الله عليكم طيب ممتاز الان مش افعال الشعور شوف هذه الوحده حتاخذها بالصف العاشر ان شاء الله تعالى ان الله كتب لنا عمره احيانا راح ادرسكم اياها ايش اسمه اند دايناميك فيربز افعال الثبات وافعال الحركه طيب الان من حيث الحركه والثبات فافعال اللغه الانجليزيه تقسم الى مجموعتين Stative افعال ثابته لا تقبل اي ان جي الا في حاله واحده فقط يلا بدي ازيدك من الشعر بيت بس شو بيت بيت ابداعي يعني بصير بيعملك بروفيشنال حيعملك انت محترف بتعرف شغلة خليني أروح على الصفحة الثانية أنا شكلي بطلت أشتغل هون طيب بس بدي أعرف كيف بدي أنقل من هون أوكي طيب هي هيك يلا بدناش نشتغل بريزنت كونتينوس بدي أعطيكم الآن الأفعال بناء على طلبكم ستيتيف أند دايناميك طيب أفعال الثبات والحركة في شيء اسمه ستيتيف يلا نستبق الأحداث ستيتيف فيربز أفعال الثبات هاي بنسميها إيش؟ بنسميها أفعال الثبات وهذه الأفعال لا تقبل ING وتقسم إلى ثلاثة مجموعات من الأفعال منها يا سوسن ويا مش عارف من الثاني اللي حكى وعين وعبد الله ومحمود وسلمى وسلمى كلكم على راسي حبايب قلبي طيب هاي الافعال يا جماعه الستيتف فيربس اول مجموعه منهم اللي هم الفيلينجز اند ايموشنز طيب هاي فيلينجز فيلينجز اند emotions هذول الشغلات اللي ذابحيننا احنا كبشر ما بيذبحني غير الفيلينجز والله جرحت لي ماي فيلينجز جرحت لي ماي ايموشنز الله عليك طيب الان الفيلينجز والايموشنز هاي الافعال اللي بتحكي من خلالها مشاعرك مثل ايش يعني مثلا لايك like. يحب طيب هيت يكره لاف اقوى شوي من لايك like. لايك like. انت واخوك بس love لقدام ان شاء الله تعالى والله انت وامك كمان انت I love my mother بيطلع لك تحكي هذا الكلام طبعا اكيد الام الام تعشق وليست تحب تمام وفي عندي كمان مثل ايش؟ مثل افعال اخرى لايك، like, love، ادور، هيت، ديسلايك على سبيل المثال هاي بنسميها افعال ايش؟ feelings and emotions هاي لا تقبل اي ان جي استاذ ليش افعال الفيلينجز emotions ما بتقبل اي الافعال التي تقبل اي ان جي هي افعال تستطيع ان تتحكم فيها بارادتك الكامله طيب شو يعني شو فهمت من الكلام تقدر تتحكم في في الحب تقدر تتحكم في الكره تت... تقدر تتحكم في مشاعرك ما بتقدر وبالتالي اه استاذ انا وقت ما بدي بحب وقت ما بدي بكره كذاب لا مستحيل الحب والكره والمشاعر لا يستطيع الانسان السيطره عليها ابدا اذا هي ما بتشتغل بالويلنج بالاراده مش وقت ما بدك بتشغلها اذا حتى اميز بين افعال اللي هي الثبات والحركه افعال الثبات مش وقت ما بدك تقدر تشتغل فيها ومش وقت ما بدك تقدر توقفها طيب زي ايش؟ زي الفايف سنسز الحواس الخمسه حبايبي، شو الحواس الخمسه؟ يعني والله مره موقف صار بالمدرسه معي، فقاعد بشرح لهم نفس الفكره، بقول لهم الحواس الخمسه، يعني مثل الفعل ايش؟ مثل الفعل هير، يعني شوف هاي اي هير يو، انا بسمعك، ما بتحكي اي ام هيرينج يو، طيب الآن هي معناها يسمع تمام فانا بحكي لطلابي قاعد استاذ هاي الافعال افعال الاحساس لا تستطيع ان تسيطر عليها هي افعال لا اراديه نط واحد من الناس الطلاب لما يطلع لك واحد بالصف عباره عن فيلسوف بس هذا بده قتله عشان يصحى استاذ مين قال لك انا بقدر اتحكم في حاسه السمع قلت له كيف قال لي ها بطلت اسمعك قلت له تعال عشان تصير تسمعني على الكامل تعال فهو بيقول لي طيب ها بطلت اشوفك سكرت عيني لا استاذ هي عباره عن حواس انت الحواس ما بتقدرش تسيطر عليها اذا ان ويلنجلي هاي اشياء غير اراديه بالاضافه الى الفايف سينسز والفيلينجز اند ايموشنز اني ثينك ذات تو ماي مايند اي شيء مرتبطه بعقلي ما بقدر اتحكم فيه زي مثلا ثينك يعتقد اكسبكت يتوقع كمان الطلاب بتحكي لك كمان انجوي انجوي بالضبط enjoy يستمتع، الاستمتاع انت لا تستطيع ان تصنعه، في عندك اشياء تأثيرات هي اللي بتخليك تستمتع، صح ولا لا؟ بس انا لما حكيت انه هناك بعض الافعال التي تقبل الاي إن جي من افعال الستيتف فيربز مثل الفعل اكسبكت، اكسبكت معناها يتوقع والتوقع شيء مربوط بالذهن وهذا شيء لا إرادي لا تستطيع أن تتحكم فيه بس بقدر أدخل عليه إن بشرط واحد أن يأتي هذا الفعل بمعنى مختلف عن معناه الأصلي كيف أستاذ أعطيني جملة على عيني وراسي بقول لك I am expecting a gift I am expecting أوكي؟ okay. طيب المشكلة هذا اللوح مش عارف كيف بدي أمسح فيه طيب نرجع باك ها؟ جافت اوكي شوف الان الجمله اللي انا كتبت لك اياها يا سلام عليك استاذ انت ليش دخلت اي ان جي على اكسبكت وسويت لي اياها اكسبكتنج هون بتكون انت رنن على صاحبك او صاحبك رنن عليك اللي عايش في استراليا الكو صحاب في استراليا ولا كل اصحابكم في عمان والزرقاء زيي إيه؟ طيب او بترن على صاحبك الغني اللي عايش في امريكا فبتقول له بعد ما ترحب فيه بتقول له والله am expecting a gift from you يعني أنا أنتظر هدية منك ابعث لي تستنى تست... تطولش علي إذا expect هون بمعنى اللي هي إيش wait يعني ينتظر إذا هون مش أجت بمعنى يتوقع أجت بمعنى أنا أنتظر منك هدية إذا أجت بمعنى مختلف عن معنى يتوقع أهلة ING وهي بعض الحالات القليلة هذا بالنسبة لنا في الستيتف and dynamic verbs تمام؟ في استفسارات؟ عمر بيحكي لك اسهل شرح شفته بحياتي الله يعطيك العافيه استاذ عمر احمد كمان بيحكي لك ما في اسئله والاستاذ موجود ما شاء الله مغطي كل شيء عمر عمر بس اعطيني يمكن بعرف عمر ايش عمر ابو عمر ابو او مش عمر أبو شيء طيب على أنه راسي يا عمر حاضرين ومين كمان الشخص الثاني؟ أحمد أحمد أكيد أستاذ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أصلا أفضل شيء وأحلى كلمة بحب أسمعها من الطلاب لما يجي يحكو لي أستاذ الموضوع سهل جدا أنت سهلت الفكرة الفكرة أنه الأستاذ يسهل الأمور مش يعقدها طالما أنا سهلت لك الأمور إذا أنا وصلت للهدف اللي أنا بدي إياه وإنت وصلتك النتيجة تمام؟ الان اتفقنا انه في حاله الافيرماتيف حتكون في حاله الاثبات از ام ار بس خليني اختصر بشكل سريع عشان نفوت على شويه تمارين تمام شباب شوف الان اوكي اذا في حاله الاثبات هي عباره عن اس ام وار وبعد ذلك حيكون في عندي بيس فورم فعل مجرد خالي من الزيادات مضاف إليه ING لكن بدي اياك تنتبه على تقسيمة الضمائر شو هي تقسيمة الضمائر؟ احنا بنحكي هي is doing she is doing و it is doing بحكي I am doing طبعا doing ما تاخدهاش هي مش قاعدة يعني أنا بحطيت فعل هيك بس عشوائي زائد ING swimming, reading, listening, whatever أوكي طيب ماشي الآن بعد ذلك شوف في عندي اللي هي they are we are and you are هذه في حالة الأفيرماتيف تمام؟ في حالة النيجاتيف نفس الشكل بس بدل ما أنا أحكي is بحكي isn't بدل ما أحكي am بحكي am not بدل ما أحكي are بحكي are not في أبسط من هيك؟ طيب خلينا نكتبها عشان نتأكد إذا هي عبارة عن isn't بلس اللي هي base form ان ing طيب بعد ذلك في عندي am not هاي ما بدمجهاش وفي عندي aren't هي التي تدمج ثم بعد ذلك بده يكون في عندي البيس فورم نفس الشيء تمام بلس زائد اي وهذه الطريقه في حاله النفي نفس تقسيمه الضمائر هي ازنت شي ازنت ات ازنت اي ام نوت ذي ارنت يو ارنت وي ارنت بس ما فيش غير هيك السؤال وهذه الكلمه الطويله اللي انا مش عارف اقراها في حدا بيقدر يساعدني نقراها يلا اشوف اكيد مش راح تقدروا تحكوها لانه الموضوع مش حكي حتى اكتبوها interrogative interrogative معناها question shape or question form شكل السؤال في بناء شكل السؤال الموضوع بسيط شوف هذه الجملة أمامك فأنا بحكي مثلا سلمى مش عارف دايما بحط اسم سلمى بحسه أنه هيك لطيف في الجمل في سلمى بناتنا يا رب تطلع سلمى موجودة وتحكي هاي اسمي طلع طيب سلمى for example is For example, uh, eating. سلمى is eating lunch. سلمى بتاكل في اللانش في الغداء ومش فاضيه لنا نهائيا لو انا بدي انفي هاي الجمله بدي احكي سلمى isnt eating lunch طب انا لو بدي اسويها سؤال كيف بدها تصير بس بسوي عملي استنى شوي نشوف من بده يتجاوب والله في ناس كثير حتجاوب انا هيك حاسس يلا 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 يلا, يلا, يلا معلش أنا, انا انا شغال بث مباشر مش تسجيل بدي استنى ما فيش عنديش بدي استنى بدي اشوف الاجابات يلا احلى الطلاب خلينا ناخذ مجموعه اسئله يلا استاذ متى بدك تشرح لنا the present perfect the present perfect على البطاقه ولا هيك؟ طيب الان البريزنت بيرفكت اكيد مشروح على البطاقه لكن اذا كان في بثوث مباشره من عيني دي قبل عيني دي حاضر يا بوبو عيني انت طيب كمان فيصل بيحكي لك استاذ صح الفعل فيصل فيصل الفنات فيصل. الفنات, الفنات صح صح 100% هذا صاحبي هذا حبيبي نعم استاذ صح الفعل بي ومشتقاته ما بضيفهم الى الصفات ما بتضيفهم الى الصفات انت حكيت فعل طب كيف انا بدي اضيفهم للصفات اصلا الفعل بي بقدر بقدر, بقدر اني احط دي صفات عادي الفعل بي بقدر اني احط بعديه صفات is short was tall are rich كلها عبارة عن صفات ما في مشكلة انه انا بعد فعل البي استخدم صفة لكن بديش اياك تدمج يا فيصل انه الفعل ملوش دخل بالصفة الفعل verb والصفة adjective لكن بعد البي is am are was where, بقدر اني استخدم صفات عادي جدا كمان سمسم تحكي لك استاذ انا ام وبفهم الشرح عشان ادرس اولادي على عيني وراسي، انا احترم جميع الامهات ومن ضمنهم القدوة سوسن لانها موجودة ومهتمة باطفالها، فاي انسان مهتم باطفاله احنا موجودين للكبير قبل الصغير، وللاولياء الامور قبل الطلاب، احنا موجودين للجميع ان شاء الله تعالى. طبعا الاجابات بلشت تصل يلا آه. وصلت في الطريق ندى بتحكي لك رح نحط الايز بالاول ندى ابو بدنا مشاركات ثانيه انا اشوف كيف بحفظ اسماء الطلاب اللي بيشتغلوا بدي اشوف طلاب اللي بيشتغلوا عشان اضلني اتذكر اسماءهم ندى ابو حلتم نعم يلا صلاح بتحكي صلاح بيحكي لك بنحط اذ بدايه الجمله 100% مية بالمية صلاح 100% ومنا... مية ومنال بتحكي لك ايز سلمى ايتينج لانش الله ينور عليكم وهيام بتحكي لك ايز سلمى ايت لانش لا عند اخر شيء انا متاكد انها نسيت تكتب الاي ان جي بس هي عارفه انه بضله اي ان جي صح؟ 100% مية بالمية. البريزنت في حاله النفي في حاله الاثبات في حاله السؤال شو بدك تسوي في الفعل بعد البي يجب ان يكون مضاف اليه اي ان جي خلصنا منها هاي طولنا اياها هي الصفحه بدنا اياها صفحه جديده بدنا اياها اذا انا بس احول لسؤال بس بدي ابلش يا اما بأز يا اما بام يا طب خلينا نسويهم كابيتال لتر يلا معلش اوكي طيب خلينا نمسح هاي هيك اوكي بعدين بنروح هيك كمان مره وبنحكي ام وبنحكي ار لانه دائما السؤال واي جمله يجب ان تبدا بكابيتال لتر فاحنا سويناهم كابيتال لترز لانه هذا السؤال فانا بدأ ابدا لتر اذا از بعد ذلك بده يكون في عندي اللي هو سبجكت والسبجكت طبعا انا كتبته اللي هو فاعل والفاعل ممكن يكون يا اما سلمى او هي فاحنا تركناه مفتوح يعني ممكن يكون انت فاعل ممكن يكون اي شخص فاعل المهم فاعل بشكل هيك يعني عام وبشكل جنرال ثم بعد ذلك بده يكون في عندي اللي هو البيس فورم الفعل المجرد بلس ان جي يعني لو انا بدي امسك الجملة بالاعلى واحولها إلى سؤال حتصير مثل ما جاوبت ندى ومثل ما ما جاوب كمان عمر بلاش هسيكون يكون عمر مش مجاوب ويزعل تحملوني معلش طيب إيز. اوكي بدي اياك تنتبه على شغلة واحدة سلمى eating لانش تمام ثم ما ننساش الكويستيون مارك شوف انا ما بدرسك قواعد ديك تركز على كل شيء موجود بلشت السؤال بكابيتال اي لانه انا اي جمله بدي ابلشها بكابيتال طب استاذ ليش سويت الكلمه اللي بعديها كابيتال اه نيمز الاسماء الاعلام اسماء الأش... مش اعلام يعني علم الاردن علم فلسطين اسماء الاعلام يعني اسم الشخص عبد الله محمود هاي لازم كلها تبلش بكابيتال ليترز احرف كبيره بنركز عليها ثم بعد ذلك اهم نقطه موجوده عمرك ما تتجاهلها اذا كان عندي سؤال لازم احط كويشن مارك في النهايه اذا كانت نهايه جمله فول ستوب بنركز على الامور طبعا اماني بتجاوب بتحكي لك يس شي از اور نو شي اماني مين اماني جي اتش موضوع. اماني عارفه شو بدي اسال طب يلا مين يجاوب اماني تجاوب احنا هون في عنا اللي هو سؤالين اللي هو جوابين مقترحات يا اما نعم هي كذلك او لا ليست كذلك اماني سبقت وبتربحي معنا جائزه بمزح مش تصدقي انا مشلك والله ببهدلونا طيب اوكي اذا على طول بنحكي يا اما ياس سلمى ما بديش اذكر اسمها خلص بحط الضمير البنوب عنها شي از فول ستوب أو نو شي إزنت ليش إزنت؟ لأنه نو أكيد نت يس ما فيش نت خلص خلصنا منها طيب طيب هذا بتحكي لك أستاذ الإز ممكن يجي فعل رئيسي؟ طبعا بقدر إنه أنا أجيب لك إياها فعل رئيسي أكيد في الجملة التي تحتوي على على صفة فهذه الجملة حتكون رئيسة أنا ما بديش أفوت في تشعيبات وتوهكم الموضوع يعني على 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 راسي أنت تسأل ونحن نجيب لكن أنا ما بدي أشتتك وأشتت غيرك بقدر انها تكون الاز والام والار افعال رئيسيه بشرط ان لا ياتي بعدها فعل اخر. هاي حطها في بالك قاعده. طول ما هي از ام ار او اي فعل مساعد قائم بالجمله بحد ذاته ولا ياتي بعده اي فعل يعني از doing الان هون از مش فعل رئيسي ليش؟ لانه اجى وراها فعل ثاني doing انما I am smart. أنا ذكي الآن بعد الآم في عندي أفعال؟ لا صفة إذا أصبح هذا الفعل الآن فعل رئيسي بهذه الطريقة بقدر أميز الفعل الرئيسي عن المساعد في داخل وقلب الجملة أما محمد كمان تحكي لك أستاذ متى ممكن ببلش السؤال بأم؟ بأم الآن هذا السؤال بأم يعني مثلا بتكون وهي مواقف على فكرة المواقف يعني مثلا أنت بتقول تكوني محمد أم محمد, محمد. خليني أعطيك موقف فعلي عشان تقدر تركزي فيه وتشتغل معي صح ام محمد قاعدة بين سلفاتها طيب او جاراتها وبتسمع طرطيش حكي انه في بارتي في حفلة وفي كيك وفي عزومة وبصر شو فهي شو بتروح بتقولهم انا معزومة طيب am i invited؟ هي انا جاوبت هاي انا سويت لك سؤال بالام، am i invited؟ فهي شو بقول لك؟ او شو بتقول لك؟ يس يو ار اور نو يو ارنت هي قصف جبهات، اذا قالت لك نو يو ارنت يعني انت هيك كحلتيها قدام الناس، لو انك ما سالتيهاش احسن، اذا am i invited؟ ها شوف كيف، am ها هذا السؤال اللي بامكاني اني اسال فيه بالام، ها، am i invited؟ هل انا مدعوه هذا سؤال بالآم. يا اما بدهم يجاوبوك يس yes, يو ار شوف كيف ها يس يو ار نعم انت كذلك او ممكن يحكوا لك لا انت مش مدعوه نو يو ارنت هي السؤال اللي سالناه في الان اوكي بس هو عباره عن ريل سيتويشن موقف فعلي بصير معنا انه دائما انا بطلب من اصحابي انا معزوم دائما يا زلمه حل عنا بلا ما لا مش معزوم يو ار نوت invited طيب اوكي بس نحل تمرين سريع في مجال خمس دقائق معنا اقل اقل دقيقتين دقيقتين طيب دقيقتين سريعات دقيقتين سريعات مع بعض الان هذا السؤال مالتيبل شويس يلا جمعتنا بدنا نشوف اختيار متعدد شوز ذا كوريكت فور ايتش سنتنس جيفن بيلو بدي اختار المناسب حسب المفاتيح شوف كيف انا عندي هون خيارات ما بطلع على الخيارات listen اسمع somebody outside we must call the police لازم نتصل بالشرطة بما إنه في عندي listen ببدأ استخدم اللي هو present continuous somebody هو عبارة يا إما عن هي أو شي فهو singular إذا أنا بدي استخدم is زائد فعل ing فبحكي is walking نشوف الجملة بعديها your dog always at night could you please find a solution هل سويناها في الـ في الاكزامبلز وجود always وفراغ أول وفراغ ثاني present continuous وجود اولويز وفراغين عباره عن بريزنت كونتينوس اذا في الفراغ الاول دوج هو عباره عن ات فاز باركينج اذا الفراغ الاول از والثاني باركينج ينبح السؤال الثالث والاخير ار يو اكسبكتينج يور father's arrival؟ ابوك مسافر بلد فبيسالك بيقول لك واحد هل انت تنتظر وصول والدك بتقول له يس yes, ايش نعم أنا كذلك بقول yes I am yes I am أكيد مش هحكي I isn't ولا I are ولا I am not لأنه الجملة فيها يس yes فالنفي في اليس لا لذلك أنا بستخدم I am طلابي حبايبي الحمد لله رب العالمين شرحنا بشكل يعني بدنا نحكي مفصل إنما بس يعني نبذة بسيطة إن شاء الله تعالى ولكن بسبب انتهاء الوقت وإحنا بدناش ناخذ حق غيرنا أنا أحب على قلبي أن أظني معاكم موجود إيه لذلك إن شاء الله تعالى بنلاقيكم في دروس قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم السلامة